هل البخاري رحمة الله عليه وقدس الله روحه ونور ضريحه عندما أورد هذه الرواية أورد الرواية الأولى بسند صحيح المسند، أما الرواية الثانية هل فيها سند؟ ليس موجود فيها سند. فيها أولا. فيها أين السند؟ عن عائشة قال الزهري فأخبرني عروة أي خلاص عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خلاص إذن القائل عائشة فترة دقيقة وفتر الوحي فترة حتى حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. تسمعني الآن؟ أي هو هذا كله كلام عائشة. لا فيما بلغنا، من الذي قال فيما بلغنا؟ هذا هو الزهري. لا من قال أنه هو الزهري؟ من قال؟ الآن كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ينتهي إلى آية. لا 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 ما ينتهي. من قال أنه الزهري؟ شيخ أبو عائشة. أنا محقق أحقق وأنت محقق الآن. طيب. الآن عندما قال فيما بلغنا لا يوجد في الرواية فقال الزهري فيما بلغنا أبدا، هاي منكم من ابن حجر ومعروف منه ما يوجد حج وعد. نعم حج وعد. اسمع مني أنا يكون النقاش ساكت. قال الزهري فأخبرني عروة وأنا بك عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وفتر الوحي فترة حتى حجن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إلى هنا ينتهي الكلام. الزهري ماذا يقول؟ فيما بلغنا ما لا لا هذا ما في الزهري، هاي أنت تقول ما في الزهري، والله العظيم ما في الزهري، أقسم برب الكعبة هذا الكتاب ما في الزهري قال، أقسم برب الكعبة. الآن ليش أنا أقسم يا أخونا أبو عاشة؟ الآن البخاري عندي وعندك وعند الناس على الإنترنت، هذا أمام الكاميرا، وين في قال الزهري؟ ما في. قالت عائشة ما في قال الزهري، هذا أنا أوضحها بالأصفر، قالت عائشة كل هذا الكلام ما في الزهري يا ناس. هذا قول الزهري، هذه مباني السنة وقول الزهري. أين الدليل على أن الزهري هو الذي قال يا ناس؟ أين الدليل؟ أين الدليل؟ أنا معي الكتاب، معي أتحدى أي عالم. أنا عارف أن الكتاب معك يا حسام، اكتم المايك، الحديث مع أبو عائشة. يا أخ حسام خلي الشيخ يتكلم. أبو حسام خلي الشيخ ولا أنزلك، ترى التقطيع ما يصير. أبو كريم يا أخي صار لساعتين الشيخ أبو عائشة ساعتين، اسمع صار لساعتين ساعتين الشيخ أبو عائشة على الميكروفون ما تكلم بكلمة يحترم، الآن لما يتكلم تقاطعوه والله ظلم، يقولوا ليش تدافع عن أبي عائشة؟ لأن ظلم، الرجل عامل ميوت ومحترم لما يتكلم تقاطعوه ما يصير. هو دوره أبو عائشة النووي، بالله عليك أنا شيعي، بالله عليك مو لأن أنا شيء. الآن هذا الكلام قالت عائشة كله ما في ولا اسم آخر، شلون أنتم حشيتم الزهري؟ إذا سمحت أنا ساكت. طيب أحسنت، شوفوا يا جماعة الآن أنا سأقرأ من كلام الزهري. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وفتر الوحي. أبو كريم الزهري يا جماعة الخير من التابعين لم يدرك تلك الحادثة. طيب هل عائشة أدركت الحادثة؟ أبو هل عائشة أدركت؟ أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بها. أين قال؟ ما قالت أخبر النبي؟ مرسلة، الرواية مرسلة عن عائشة. من أين عادت بهذا؟ أخبرها لعله أبوها أخبرها، لعلها عمر أخبرها. من قال لك أن النبي أخبرها؟ دليلك أن النبي أخبرها، سمعت الخبر من الصحابة، منو قال لك أن النبي أخبرها؟ لا لا لا، هي لم تكن مولودة في زمن بدء الوحي. أحسنت، في البخاري دليل واضح أن النبي أخبرها. دليلك عطينا من الرواية أن النبي أخبرها، وين؟ يلا وين؟ لا أريد من الرواية أن النبي أخبرها. يلا دقيقة، تقول ما رواه دليل على أن من أخبرها النبي، ما رواه البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 دلس. قالت أوقف، إن أول ما بدأ به رسول الله، يعني النبي ما حدثها انه هي تخبر عن شيء في الماضي، هي لم تشهد الروايه، لم تشهد الحادثه، صح ولا لا؟ هذه الروايه في البخاري تبين ان من اخبر عائشه رضي الله عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم. اتحداك ان تجيب لنا الروايه النبي اخبر، اتحداك امام الجميع. يلا دقيقه، الروايه واضحه في البخاري ما يحتاج. انطيني من الروايه النبي هو الذي حدثها، لانه هي لم تشهد الروايه. يلا تفضل. دقيقه، تقول انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. اقول لك انتم مو تقولون روايه عمر اللي حرق الدار انه اسلم لم يشهد الحادثه، زين هاي هنا عائشه لم تشهد حادثه بدء الوحي، كيف اخبرتها؟ الان قال ان بدا به رسول الله، لعله ابوها، لعلها حفصه، لعلها ام سلمه، لعلها وحده ثانيه. يلا اثبت لي انه هي لم هي النبي قال اخبرها. يلا
طيب نقول هنا في رواية البخاري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما في حدثته ما في عن عائشة أنها قالت ما في. أنا أقرأ لك من البخاري الآن دقيقة. أنا دا أقرأ من البخاري أيضا. لحظة أنا عندي رواية أخرى تؤكد الرواية التي بدأ فيها الوحي وأن هذا من إخبار النبي لها. انطيني إن النبي قال لها وين انطيني إياه. طيب سألته قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ لا 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 أنا أريد منها الرواية مال بدء الوحي عن النبي لعائشة مباشرة. هذه هي نفس الرواية تتحدث عن بداية الوحي وكيف أدري لكن هاي الرواية مو ما بها إنه ورقة بالنوفل صح ولا لا؟ وكيف يعني أخونا أبو عائشة هاي الرواية ما بها تفاصيل صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما حدث معه قبل بعد البعثة مباشرة. دليلك على ذلك دليلك. عبد يليل ثم سافر إلى الطائف ثم أفاق وفي قرن الثاني. طيب. يعني ما عندك دليل أنها أن النبي أخبرها في الرواية اللي إحنا في صدده صح؟ وكذلك الرواية هذه سمعتها من النبي. أدري ذيك تقول النبي أخبرني ولا لا؟ نعم. أي هاي ما في أن النبي أخبرها هاي قال بدء الوحي ما قالت النبي أخبرها. من أين أتت به وهي لم تشهد الحادثة؟ مو يعني ما تسمح. طيب أبوه أخبره أبو بكر أخبره شو المشكلة؟ أخبرها نبي الله. طيب لماذا لا يكون أبيها قد أخبرها لما كانت تحت عصمة أبيها قبل أن يتزوجها رسول الله؟ يلا عند بدء الوحي كيف أن الوحي نزل هل أبو بكر كان موجود في بدء الوحي ولا لا؟ وأيضا هذه أحداث لا تعلم عنها أمنا عائشة. طيب أبوها كان يعلم بها القصة ولا ما يعلم أبوها؟ الذي أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. هل أخونا أبو شيخنا أبو عاش النووي هل أباها يعلم القصة ولا لا يعلمها؟ أقول لك أخبرها النبي دخلنا على أبوها. أبوها يعلم هو مو أبوها حدث هو كان موجود في زمن البعثة صح ولا لا؟ يعلم أو لا يعلم أنا علي. طيب من قال لك أنه أبو بكر هو الذي أخبرها؟ يلا دليلك. على كل حال سواء أخبرها أبو بكر عمر عثمان إذا بلغنا هي هاي بلغنا عن عائشة يعني هي لم تشهد الرواية ولم تشهد الحادثة وبلغها عن أبو بكر أو عن اللي حدثها إنه هذا اللي حصل. مهمة للنووي هو يحب النووي هو يقول إنه هاي الحديث عن عائشة عن النبي صح ولا لا؟ هذا شرح النووي هذا حطلع على الشاشة وخلي أبو عائشة يشوفه. هذا شرح النووي يقول كان أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة الإمام النووي هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم فإن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تدرك هذه القضية فتكون قد سمعتها من النبي أو من الصحابي وقد قدمنا في الفصول إن مرسل من النبي سمعته من النبي أو من الصحابي أو من الصحابي أو أول أو ما عنده في اللغة العربية أو ما عنده يا حجي إذا هي قد بلغها من الصحابة أن النبي خلاص يعني الدليل إذا ورد به أو الاحتمال سقط بأبي عائشة الاستدلال هذا الدليل أخواني هو قال للنبي وليس من الصحابة إذا النووي الذي هو يعشقه يخالف الإمام النووي.